تعرف انك تقدر تتفسح في اسكندرية يوم كامل بخمسين جنيه بس؟ يلا بينا. هي يو، بص انت تصحى الساعة 6 الصبح تاخد بعضك وتطلع على رمسيس عشان تلحق قطر الساعة 8 وتلت تقريبا، فهتدخل المحطة عشان تحجز. وبصراحة انا شايف ان حرام ال 50 جنيه تبقى من ضمن المواصلات. ولا هي مش هتقطع نفسها يعني. وبعدين مش كل الناس من مصر اللي هي القاهرة يعني. بس قشطة، لو عايز تخلي المواصلات من ضمن الخطة تمام، هتركب القطر العادي ابو 10 جنيه. بس انا بصراحة بحب افرد رجلي، فحجزت القطر الفرنساوي درجة تانية ب 55 جنيه وربع، وده مناسب جدا ليا. يلا بينا. بعد رحله تقريبا ساعتين نزلت اخر الطريق عشان في شخص مستنيني برا المحطه، وضيف النهارده من بحري وبنحبوه محمود عمارة. ليه يلا انت طولت ليه كده يا ابني؟ ما بحبش ابص للكاميرا، انا متعود ابص برا. يلا بقى يا زميلي، اكلني فلافل ونركب الترام ونطلع على الامه ونستنكحوا على الكورنيش. ايه خد يا اسطى ابو الخضوات. ما علينا، اول ما تخرج وتخش يمين هتلاقي المسرح الروماني في وشك. سعر التيكت 10 جنيه بس، عن شباك التذاكر افتكرونا طلاب ودفعنا احنا الاثنين 10 جنيه بس، فاعمل نفسك طالب. التيكت ب 5 جنيه للطلبه فقط. مش من اقوى الاماكن اللي في اسكندريه بس يستحق الزياره جدا، وزي ما تعودنا اي مكان نروحه نتصور. يلا مش هنطول كتير عشان اليوم طويل، ومش بمشي رايم على فكرة. المهم لما تخرج من المسرح تدخل شارع النبي دانيال وتتمشى لاخره عشان توصل لأشهر منطقة في اسكندرية. مرحبا بكم في محطة الرمل. ولو ما جبتش معاك أكل فأكيد هتحتاج تاكل. أبو ناصر يا جماعة، أجمد أكل شعبي في محطة الرمل كلها. مؤمن، لو عايز أكل أرخص حاجة وأجمد حاجة هنا تنصحنا بإيه؟ في سندوتش بطاطس السوري كبير كده، حجمه كبير ب8 جنيه. بس ده لو هتمشي على الخطة، لكن بصراحة انا ما بجيش هنا كل يوم، فالاسكندرانيين عارفين كويس انا اكلت فين. اسم الشانل ايه؟ شد الحبل. حبيبي يا احمد. بصراحة ما كنتش متخيل ان انا واصل لاسكندرية. بعد ما تمشينا شويه في محطه الرمل عايزين نتحرك عشان نوصل هناك عند قلعه قايتباي. فقدامك حل من الاثنين، يا اما تتمشى على الكورنيش لحد هناك، يا اما تركب عربيه ب 2 جنيه. بس لا، احنا تمشينا شويه عشان نتصور بعدين ركبنا. ووصلنا قلعه قايتباي وزي ما اتفقنا اعمل نفسك طالب. اعمل نفسك ميت. والقلعه حلوه جدا والمنظر من فوق مدهش جدا بالنسبه لي. محمود رن. بس ما انصحش حد يدخل جوه. في انت بتدور على حاجه؟ المفروض ان ده الدليل. 10 seconds later. يا اسطى ما احنا كنا لسه هنا. قول يا عم مش عارف. احنا فين يا بناتي؟ يا اسطى دي متاهه يا اسطى. ارجو ابوس ايدك خرجنا. ابوس ايدك نزلنا. عايزين الخروج، نزلنا يلا ننزلوا على الامة. وبعد ما تخرج من القلعه لازم 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 تزور متحف الاحياء المدني. وهنا مش محتاج تبقى طالب عشان التيكت ب 7 جنيه اصلا. هو انا بتحس ان التيكت انك طالب نص كبده بس تمام يعني. وبجد من ضمن احلى الاماكن اللي زرتها في حياتي. يا اسطى ريحه زفاره. يمكن عشان احنا في متحف اسماك. ومن جمالهم قعدت طول اليوم اسمي فيهم، يعني معروفه ده دوناتيلو وده ايمن الكاشف وهكذا لحد ما وقفت عند السمكة دي، أحلى سمكة شفتها في حياتي والوحيدة اللي معرفتش أسميها. بصراحة احترت بين توفيق وزبيدة ثروت، فممكن تقولولي نسميها إيه في الكومنتات؟ دي سمكة الديك فيها كهرباء، اللي يلمسها يموت. قفشتك سمكة التونة العنيدة. لما تقرب منهم بقى بيبقى شكلهم حلو أوي. توزن لها كام كيلو دي؟ اوف يا لهوي مش حقيقيه كمان. بس حرفيا احنا اتسحلنا طول اليوم في المكان ده واتاخرنا جدا، ومش هينفع احرق لكم المتحف كله، لازم تيجوا تشوفوا بنفسكم. فخدنا لفه سريعه كده قبل ما نخرج ونروح مكتبه الاسكندريه قبل ما تقفل. ف
فخرجنا واخدنا ميكروباص ب2 جنيه عشان نرجع محطة الرمل، واستنينا الترام عشان نركبه ونروح مكتبة الاسكندرية. هو ب2 جنيه بس احنا هنوفر ونركب اخر عربية في الترام بجنيه واحد بس. بس ثواني، اخر عربية من الناحية التانية عشان اكتشفنا ان دي عربية السيدات. المهم اول ما توصل المحطة اطلع اجري على المكتبة عشان تكتشف انها بتقفل من الساعة 3:30 اصلا، فتيجي بدري بعد كده يا استاذ. بس قشطة، لو لقيتها قافلة اطلع قضي بقية اليوم على البحر، هتلاقي ناس لطيفة جدا. واتفرج على الغروب وتصور. انا بس كنت عايز اوصل لكم ان السفر مش حاجة صعبة، وانك تقدر تسافر وتنبسط حتى بقل التكاليف، واسكندرية قادرة جدا تبسطك. أشوفكم الفيديو الجاي. هب هب. ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ ده انتوا عايشين يا اسطى، اقسم بالله عايشين. دماغ في حتة تانية. عالم دي مبسوطة وفن خالص، والدنيا جامدة معهم صيف وشتا. يا أولاد اللذينة بتوع اسكندرية.